السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم. يشرفني أن أتواجد على هذه المنصة مع الأستاذ حافظ أبو سعدة، الأمين العام أو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأستاذ الجليل عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وفي بداية أعمال هذه الجلسة الممتدة التي سوف تدمج محورين: التجارب الأسطورية العربية والدولية. في الحقيقة تدمج ثلاث محاور: مقترحات الجمعية الأساسية فيما يخص الحقوق والحريات، رؤية نقدية، تجارب الدستورية العربية والدولية، الدروس المستفادة، مبادئ المقترح الحقوق والحريات في دستور مصر الجديدة. وبالتالي سوف تمتد هذه الجلسة يعني ساعتين من الزمن ويعقبها غداء. وفي القسم الأول من هذه الجلسة سوف يتحدث الأستاذ حافظ أبو سعدة رؤية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لهذا الباب، ثم سوف يتحدث الأستاذ عصام شيحة. وفيما يتعلق به باختصار الوظيفة، عدد من الوظائف يفترض أن هناك عدد من الوظائف يفترض أن يقوم بها أي دستور في مقدمة هذه الوظائف بطبيعة الحال: تحديد المقومات العامة للمجتمع، تحديد الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون، العلاقات بين السلطات، وبكل تأكيد العلاقات بين السلطات تقتضي تعريف نظام الحكم. وفي هذه الجلسة نحن نتعرض أساسا للباب الخاص بالحقوق والحريات، ولا شك أنه المشكلة الكبرى في مصر في الوقت الحاضر هي أن نوفق بين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية والتي يجب أن تكون نافذة، مش شأنها في ذلك شأن القانون الداخلي، وتفسير البعض للشريعة الإسلامية. أنا في رأيي لا يوجد أي تناقض بين الشريعة الإسلامية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولكن البعض يحاول أن يفتعل يعني هذا الخلاف، ومن ثم نجد هذا منعكسا في هذا الباب فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، حرية المرأة إلى آخره. وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أن هناك يعني رغبة في ترك يد الدولة مطلقة بالنسبة لبعض الأمور، يعني حتى بمقارنة الصياغات الواردة في دستور 1971 فيما يتعلق بجريمة التعذيب. والإشارة هنا إلى نفس الأمر، نجد أن صياغ دستور 1971 أقوى بكثير. لا أريد أن أدخل في يعني تفاصيل هذا النقاش، يعني أترك المسألة للأستاذ حافظ أبو سعدة لكي يقدم، ثم ننتقل إلى الأستاذ عصام شيحة لكي يقدم رؤية نقدية تفصيلية لهذا الباب. وبكل تأكيد أنتم لستم موجودين هنا للسماع، أنتم موجودون هنا لإبداء الآراء، ومن ثم سوف تكون هناك مساحة واسعة لآرائكم وتعقيبات المنصة. وكلمة الآن للأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. شكرا دكتور مصطفى وسيد رئيس على إعطاء هذه الكلمة. نبدأ في الافتتاح توضيح انه احنا عملنا مؤتمر ليومين لمناقشه الدستور الجديد لمصر، ثم اردنا ان نفرد بشكل ضيق في مناقشات ضيقه ست ورش عمل حوالين كل باب من الابواب الرئيسيه في الدستور، ودي اول ورشه حول باب الحقوق والحريات. احنا طبعا اطلعنا على ما انتجته لجنه الحقوق والحريات في الجمعيه التاسيسيه، جهد مشكور، هناك محاولة لصياغات، لكن طبعا الصياغات التي وصلتنا حتى الآن، لأنها ليست نهائية عشان نكون واضحين، الصياغات التي وصلتنا لنا عليها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى من حيث الشكل، نحن كنا نريد وثيقة حقوق وحريات بيسموها بالإنجليزي بيل أوف رايتس، دي موجودة في معظم الدساتير الحديثة. هناك وثيقة هي تقريبا بتبقى ترجمة للمواثيق الدولية أو أحدث ما صدر في المواثيق الدولية من تعريفات للحقوق والحريات وتضمنها في الدستور. لكن في الحقيقة الباب يعني التزم بنفس التسمية وبنفس المضمون الخاص بالحقوق والحريات، بمعنى أن هناك
بعض الحقوق والحريات نلاقيها موجودة في المقاومات، وبعض الحقوق والحريات ممكن نلاقيها في أبواب أخرى، لكن إحنا كنا من حيث الشكل نفضل أن يكون هناك لائحة حقوق هي تتضمن كل حقوق الإنسان، ثم كمان تضيف عليها نصاً يجعل من كل المعايير الدولية والمواثيق الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة معمول بها وفقا لنص الدستور المصري إذا تم التصديق عليها وموافقة البرلمان المصري عليها. بمعنى أنه يبقى في حتى ما سوف يصدر من حقوق وحريات في المستقبل من اتفاقيات تكون مضمونة بالدستور الجديد. لكن في مجموعة ملاحظات هقولها على الباب في اللحظة. واحد، الصياغات، لأنه ما فيش متخصصين في حقوق الإنسان موجودين، ففي في الصياغات عبارات مترادفة وركيكة. أنا بتكلم مثلا في باب التعذيب، في التعذيب ما استخدمش كلمة التعذيب وهو التعريف الموجود في الاتفاقات الدولية والمواثيق الدولية، وهو استخدم فكرة الإكراه، الضغط، الإرهاب، الترويع، ودي كلها في الحقيقة كمرادفات. ثم يقول الترهيب المادي، الترهيب المعنوي، رغم انه التعذيب في تعريفه هو الإيلام البدني او المعنوي الذي يقع على انسان. ببساطه جدا، قد يكون تعذيبا ماديا وقد يكون تعذيبا معنويا. اللي انا اعتديت على جسمه فده تعذيبا بدنيا، اللي انا حطيته في اوضه وسمعته تعذيبات شخص اخر فاعترف هذا الشخص او يعني للحصول على معلومات هذا الشخص ايضا تعرض لتعذيب. وبالتالي كان الدستور المصري فيه عباره مهمه جدا مش موجوده في الدستور في الحالي، انه كمان قال ايه، ان كل اعتراف او راي يعني او معلومات او ادله تم الحصول عليها تحت التعذيب تهدر ولا يعول عليه. فهو هنا حرم حتى جهاز الشرطه وجهاز الامن من اي فائده تذكر من استخدامه للتعذيب. اذا كان يريد ان يعذب للحصول على ادله او لاستخدامها في الاثبات في قضيه فهو في هذا لن يستفيد بنص الدستور. هذا مش موجود في النص الحالي، وبالتالي محتاج ان يعاد النظر في صياغه هذه الماده. ايضا فيما يخص حقوق المرأة في المادة 36 هنلاقي أيضا بعض الملاحظات في الصياغة فيها يعني نوع من التمييز على حقوق المرأة بأنه ربطها واشترطها بأحكام الشريعة، رغم أنه مبادئ الشريعة موجودة في المادة 2 وبقت في تناقض، يعني حتى مش مختلف حتى ممكن يتقال مع مبادئ الشريعة لأن موجودة في المادة 2، لكن يقول مع مبادئ الشريعة مش يقول فوق مع مبادئ الشريعة ويقول في المادة دي مع أحكام الشريعة. يعني هذا تناقض، حتى ما فيش في هذا الاتساق اللي موجود في الصياغات الدستورية الموجودة. في حقوق الطفل أيضا هناك يعني في الحقيقة أنا بعتبره انتهاك جسيم، هل هو مقصود ولا غير مقصود. على سبيل المثال، واحد اعتبر أنه سن الطفولة هو سن حتى التعليم الإلزامي، ده معناه أنه هو انخفض بهذا السن من السن الموجود الآن في القانون المصري إلى سن مختلف تماما. إحنا السن دلوقتي في القانون المصري 18 سنة، الآن نتحدث عن سن التعليم الإلزامي هو يعني يا 14 يا 15 سنة. طيب ده معناه إيه؟ أنه حظر العمالة للأطفال هي فقط في التعليم الإلزامي، وده نقطة تانية تضع علامات استفهام. هل ده معناه مباح أن يكون هناك عمالة للأطفال بالمخالفة مع المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل فيما يخص عمالة الأطفال؟ هل هناك نية لإخراج الأطفال بعد سن الإلزامي للعمالات زي ما كان النظام السابق يتكلم على التعليم الفني وكذا وكذا؟ رغم أنه يعني العالم كله اتفق على أنه الحد التعليم هو 18 سنة. أيضا نقطة أخيرة وأطلق النقاشات لحضراتكم، لكن أقصد أن نقف أمام الصياغات والمفاهيم، لأنه كمان والمضامين المضمون في المادة بيبقى يعني الصياغة بتبقى بتعكس مضمون معين. لما يتكلم في سن الاحتجاز، الأطفال لا يجوز احتجازهم بأي شكل من الأشكال، لأنت تتحدث عن يعني أقصى ما يمكن أن يحدث هو أن يسلم لجهة جمعية أهلية لرعاية الأطفال المشردين أو غير إذا ما كانش عنده أهل.
فدي الحاله الوحيده اللي يمكن، لكن انت تقول انه يتم حبسه وفقا لتدابير معينه، يعني دي نقطه ايضا في الدستور تحتاج الى، بالذات ان ده نص دستوري، وبالتالي احنا لازم نعكس في هذا النص احتراما لكل الحقوق والحريات. ايضا كما قال الدكتور مصطفى فيما يخص حريه الاعتقاد، ودي نقطه لازم نقف عندها شويه، لاننا نتحدث عن دستور لمستقبل مصر بعد ثوره اعترف بها بحقوق الشعب المصري. حريه الاعتقاد مطلقه، ولازم لا يمكن ان نتراجع عن نص 23 سنه 23 كده قال حريه الاعتقاد مطلقه نقطه بس، يعني